يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الحلولية ووحدة الوجود في مكان الله ووجوده عز وجل؟ وحدة الوجود أشد، أكفر أهل الأرض أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الله هو الكون كله وليس فيه انقسام، كل شيء هو الله، حتى الكلاب وحتى الخنازير وكل المخلوقات هي الله، ما فيه انقسام. يقول اللي يقول إن هناك خالق ومخلوق هذا مشرك، أما الموحد هو اللي يقول إن الكون كله هو الله لا انقسام فيه، هذا التوحيد عندهم. هذول أكثر أهل الأرض، وإمامهم ابن عربي والتلمساني وابن الفارض والحلاج وغيرهم. نعم. والحلولية يقولون لا، فيه خالق ومخلوق، لكن الخالق حال في المخلوقات، حال في المخلوقات ساكن فيها، هذا قول الحلولية. فهم يقولون هناك خالق ومخلوق خلاف الوحدويين، لكن يقولون إن الله حال في مخلوقاته ليس له مكان خاص. نعم.